لا يعرفه العالم إلا عبر اسمه المستعار سيزر أو قيصر كما تنطق بالعربية، لكنه مع ذلك نجح بتخليده بعد ارتباطه في فضح واحدة من أبشع الجرائم وأكثرها وحشية في التاريخ الحديث. فمن داخل زنازين نظام الأسد نجح العسكري المنشق في تسريب عشرات الآلاف من الصور الصادمة والمروعة لجثث ذاق أصحابها أهوالا مرعبة قبل أن تفارق الروح أجسادهم. مستفيدا من وظيفته مصورا جنائيا في الشرطة العسكرية، تمكن قيصر من توثيق تصفية وإعدام وقتل 11,000 معتقل بينهم أطفال ونساء داخل سجون النظام. وفي آب أغسطس عام 2013 استطاع الهرب إلى خارج سوريا ليقدم للعالم صوره المخيفة. أرادهم أن يشاهدوا معه سادية ذلك النظام الذي لم يتورع عن فقع العيون وتهشيم الأطراف وتقطيع الأجساد واستخدام سلاح التجويع حتى الموت. فليست وحدها وجوه الضحايا التي كانت تطارده في صحوه ومنامه، بل فكرة بقاء كل هذه الجرائم طي الكتمان. منظمات حقوقية عديدة تفاعلت مع صور قيصر واعتبرتها أدلة قاطعة على ارتكاب نظام الأسد لجرائم حرب، على أن تمسكه بإخفاء هويته لم يحل دون إقدامه على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي. وهناك فقط عرف العالم بعضا من هيئة الإنسان الذي عرى نظاما بأكمله ووضع الضمير العالمي أمام امتحان عسير. ورغم عرقلة إدارة أوباما لأشهر طويلة مشروع قانون يستند على شهادته، فإن مجلس النواب الأمريكي قرر أخيرا أن يستعير من قيصر اسمه المستعار ويطلقه على قانون لحماية المدنيين السوريين.